ايوه استاذ عبد الله، يعني فرج بيه عامر راهن على احمد. يفتح سيادتك. يا فندم، كسبت الرهان من مباراة لمباراة على احمد سامي، وروعت المباراة اليوم حلاوة الاداء مع النتيجة. ولو كان في الحمد توفيق، لله. لو كان في توفيق في الهجمات المرتدة، الماتش ده 4 5 6. مظبوط كلام حضرتك، كان مظبوط ألف مبروك. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، هو ده اللي حصل فعلا. احنا ضيعنا، اهدرنا اهداف كتيره قوي. الو، أيوة سامعك يا اهدرنا فندم. اهداف كتيره جدا، اهدرنا اهداف كتيره قوي يا استاذ عبد الناصر. بس الماتش حلو. قوي كان جميل جدا، واللعيبه عندنا كانت بتلعب بالرغم ان الفرقه كانت ناقصه ناس كتيره قوي. يعني حليمه كان ناقص، ومحمد عبد المنعم كان ناقص، ناس كتيره جدا كانت ناقصه، وطلعت كان ناقص، ناس كتيرة قوي قوي من الفرقة كانت ناقصة، وشريف رضا، حوالي 9 لاعبين كانوا النهاردة مش موجودين وكانوا مصابين، ونزل إسلام جمال أول مرة بعد إصابة مدة طويلة برضه غير مكتمل اللياقة. لكن الحمد لله الفرقة لعبت بروح عالية جدا وأدت أداء جامد، والمصري كان بيلعب يعني مستقتل في الملعب، وكان وفرقة جامدة جدا وفيها لعيبة ممتازة، طبعا ومعاها كابتن علي ماهر، يعني راجل يعني عنده حماس، وراجل يعني مدير فني على مستوى عالي قوي، دي حقيقة. والفرقه في عناصر هايله المصري. لكن الحمد لله سموحه كان قادر على انه يفوز، وكل لعيبه كانوا نجوم. دي حقيقه يا استاذ عبد الناصر، هو انا بشكر سيادتك. اللي لفت نظر النهارده يا فرج بيه ان واحمد سامي طبعا، هو اصل احمد سامي، انا الكابتن احمد سامي انا متابعه من زمان. ايوه احمد الكابتن احمد سامي ده لعبنا 3 مرات وغلبنا ال3 مرات. مرة كان مدير فني للجيش وغلبنا 2-1، ومرة برضو كان مدير فني للجيش وغلبنا 3-1 ورا بعض، وبعدين لعبنا مع النجوم وغلبنا 4-0. فأنا مراقبه، أنا مراقبه، وأنا يعني كنت عايز أجيبه من فترة، بس هو طبعا كان بيشتغل في نادي الجيش، طبعا فما كانش ينفع إن هو يسيب نادي الجيش، ولا كان ينفع إن أنا أروح إيه ادبيا اقول اخده من نادي الجيش. ما ينفعش، لا انا هعمل كده ولا هو هيعمل كده، ولا ادبيا يحصل هذا الكلام. صح. كنا ما بناخدش اي حد من اي نادي، فانا متابعه. وبعدين مره واحده جه مره طنطا، وبعد كده قريت في الجورنال ان هو في اليوم السابع ان هو خلاص هيمشي. رحت مكلمه وطلبت منه ان هو يجي لنا، وجالنا تاني يوم وتعاقدنا معاه واتكلنا على الله. ودايما احنا بندي فرص لمديرين فنيين يكونوا لسه طالعين، والحمد لله ناس كتيره جدا استفادت من الفرص بتاعت سموحه، بقوا نجوم فنيين يعني اسمهم ملو السماء والارض. دي حقيقة. طيب فان شاء الله انا بتمنى له كل توفيق واتمنى له كل نجاح، ويعني وده يعني رساله لكل الناس المهتمين بكره القدم وفرق كره القدم. طبعا انا بحترم كل الاسماء الكبيره، شوقي غريب وحلمي طولان وكابتن حمادة صدقي، حمادة صدقي، حمادة صدقي، كل الناس، كل كابتن الناس حسام حسن، كل الناس اللي كانت الجمال اللي هم جم ورانا، وكابتن طلعت وطارق يحيى ومين عبد الرزاق، كل الناس، كابتن حسام وطارق حسن، العشري. كابتن حسام لكن حسن. برضو بجانب دول لازم ندي فرصة لأعداد جديدة من الشباب إنها تطلع. طيب فرق يعني بيه في برضو مجدي عبد العاطي ده يعني هايل، زي ما ينتظر انت شايف عماد ينتظر سليمان هو العمدة بتاع المدرسة دي، وبعدين في كمان كشري ممتاز، ففي أسامي كتير طالعة ليها مستقبل واعد في كرة القدم. طيب في سؤال مهم عايز اسأله لحضرتك. جمال الأداء كان غايب عن سموحة، وبعد كده كان دايما يمشي على سطر ويفوت سطر. تعادل مع الزمالك، فوز على الجونة بره الملعب، فوز 2-0 على المصري النهارده. مع جمال الأداء، انت مبسوط بجمال الأداء؟ طبعا هو طبعا ما كانش ينفع ان يلعبوا بالاداء ده، ان هم كانوا تحت ضغوط. ايوه صح، الضغوط كانت فارقة جدا في عملية ان اللاعب يفك ويطلع كل اللي عنده. يعني فعلا زي ما بيقول فرج بيه، دايما الضغوط بتبقى بتفرق جدا 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 مع اللاعب. لما تتشال من عليه الضغوط، اللاعب بيبدع وبيأدي في الملعب بشكل اكثر من رائع بصراحة. يعني
يعني ده الضغوط لما بتتشال من على اللاعب بيدي بشكل جمالي يا فرج بيه. دلوقتي عشان الضغوط ابتدت تخف، صح، وطبعا ماتش الزمالك ادى لعيبه ثقه، بعدين ماتش الجونه اداهم ثقه اكتر، وبعدين النهارده بيلعبوا يعني برج العرب يعني اسكندريه، وبيلعبوا المصري اول 10 دقائق كان الاداء ممتاز، بعد كده ابتدوا يمسكوا الكوره ايمن، ان في خط النص بتاع سموحه كله كان غير. في مشكلة في الانترنت. ده بتكلم على التليفون العادي؟ عائلات صلاح الدين بمد غمر، لا لمرتضى منصور. ايوه كده، استاذ عبد الناصر ايوه كده، سامعك. في مشكلة في بقول الانترنت. شايفك الاداء هيتحسن مباراة اخرى، دي حقيقة، ومع الايام اسرع، علما ان الكل يعني احنا هنلعب بعد يومين، صح، يعني احنا عندنا بكره راحه، يعني لعيبه هتستشفى وبعد بكره تدريب، ويسافروا بالليل يروحوا بيترو سكور ويلعبوا وادي دجله الساعه 3 يوم الخميس. صعب، يعني كأن بيلعبوا يعني الشوط الثاني من المباراه. طيب فرج بيه، هل هناك تنسيق بينك وبين النادي الاهلي؟ خصوصا ان انا عارف علاقتك بالكابتن محمود الخطيب قويه، سواء بالمعارين اللي عندك من الاهلي، او هناك لاعبين عينك عليهم في النادي الاهلي ممكن تاخدهم اعاره مع دول؟ والله احنا علاقتنا ممتازه طبعا بالاهلي، وانا علاقتي ممتازه بالكابتن محمود الخطيب، ده موضوع يعني مؤكد، لكن طبعا انا ما اقدرش اخد لعيب اعاره من الاهلي الا لو المدير الفني قال لك قال ممكن يطلع اعاره، والا لما اداره الاهلي تقول احنا موافقين، والا لما اللاعب يقول انا موافق. يعني خدت بالك، لكن ما ينفعش ان انا مجرد ان انا اختار اي لاعب اخده، لا، هي ليها لو الاهلي الاول يقول ان انا عايز اطلع فلان اعاره، واللاعب تكون رغبته ان هو يجي عندنا، والحمد لله غالبيه طبعا لاعيب الاهلي يجوا عندنا بيحسوا يعني ان سموحه ده بيتهم التاني، ويعني بيلاقوا نفسهم جدا، بيبقى عندهم طموح كبير قوي ان هم يأدوا احسن اداء ويرجعوا تاني الاهلي. طيب يرجعوا الاهلي نجوم اكتسبوا خبره كبيره، في واحنا بنحافظ عليهم، يعني احنا بنحافظ عليهم في كل كلمه احنا بنقولها مع الاهلي، مجرد كلمه خلاص اتفاق والتزام. يعني حتى لو لاعب احنا خدناه وهو مثلا عقده انتهى مع الاهلي، لكن هو بتاع الاهلي ما فيش مشكله، يعني طيب يعني في امان بين الطرفين. طيب في كلام ان جميل، يعني في كلام هم بياخدوا مننا لسه واخدين لاعب هاند بول، لسه واخدين مننا مدير فني لكره السله، لسه واخدين مننا لاعب كره سله، لسه واخدين مننا ناس في الكوره، وهكذا. احنا يعني تعاون ممتاز بيننا وبين الاهلي، شيء يسعدنا ويشرفنا. يعني طيب كان في كلام على حسام حسن في فتره من الفترات انه يروح النادي الاهلي الفروت بتاعك، ودلوقتي في تقارير صحفيه بتقول انك انت يعني عرضت او اتكلمت ان لو في نيه للحصول على ناصر ماهر كبيع نهائي، ده حقيقه؟ انا اتمنى ان انا اخد ناصر ماهر نهائي، بس انا ما اقدرش على فلوس ناصر ماهر. ناصر ماهر ده نجم كبير ولعيب كبير وحاجه قيمه جدا، وشاب صغير واعد جدا يعني، ومميز في لعبه وفي خلقه. طبعا اتمنى، لكن انا ما عنديش الامكانيه دي، انا ما عنديش الامكانيه دي، يعني عشان حضرتك تكون في الصوره، انا ما عنديش، لكن انا اخده اعاره، ده يشرفني لو الاهلي يوافق، حاجه شرف ليا، ده حاجه عظيمه قوي، هو لعب معانا يعني كذا سنه، احنا سعداء بيه جدا، سعداء بناصر ماهر جدا، والحمد لله هو بيلاقي نفسه معانا، هو ما بيلعبش تحت ضغط، طبعا انت عارف الاهلي في ضغط جماهيري كبير جدا، وفي ضغط ضروره الانتصار وضروره الفوز، ان الاهلي من اول يوم بيلعب على البطوله، طبعا انا نفسي اخد البطوله، وكثير كنا قريبين جدا ان احنا ناخد البطوله، بس لا تقارن الضغوط بتاعت سموحه بالضغوط بتاعت الاهلي. صح. لا تقارن. زائد برضه ان اللاعبين في الاهلي عندهم منافسه جامده جدا بينهم وبين بعض. الاهلي طبعا في عدد ضخم جدا من اللاعبين الدوليين
وفي كل المراكز يعني بيلعب مباراه مش ضامن ان هو يلعب المباراه الثانيه. يعني عندنا لاعبين مميزين جدا، بس طبعا يعني ناصر ماهر فرصته في اللعب بصفه مستمره طول ما هو محافظ على مستواه وطول ما هو بيقدم المطلوب منه فرصه كبيره جدا، وزائد ان هو كمان متفاهم مع كل اللعيبه اللي حواليه. صح. يعني تجد ان هو بيلعب الكوره وعارف ان اللعيب اللي جنبه هيروح في المكان ده او هيروح في المكان ده، من كتر اللعب معاهم اصبح حافظ اسلوبه وهم حافظين اسلوبه وطريقته في الاداء. سؤالي الاخير، يعني عزفت عن دخول انتخابات مجلس النواب وقلت انك انت خادم لمصر من اي مكان، ليس لدي وقت ولا صحه بعد دوره برلمانيه كنت فيها رئيس للجنه الشباب والرياضه ورئيس للجنه الصناعه وابليت بلاء حسنا، بما تنصح الناس الشعب المصري، خصوصا اني دلوقتي بما تنصح الشعب المصري في الاختيار، خصوصا ان دلوقتي يعني نغمات كتيرة وهاشتاجات كتيرة لا لأي حد تجاوز في حق مصر؟ اولا الناس الشعب المصري انا يعني لست في موقع ان انا انصحه، المصريين اذكياء طبعا، المصريين بيحبوا بلدهم وعارفين مصالحهم وعارفين هم عايزين ايه. تمام. فمجلس النواب ده لابد ان هو يعني يكون في ذخره القوم، فلما يختاروا حد عنده تاريخ مشرف يكون له عمل بيعمله، يكون رائد في عمله فيما يعمل، يكون راجل بيتقن عمله لا يحترف مهنه النائب فقط، يعني يكون له رصيد من النجاح وتاريخ من النجاح. صح. زائد ان هو يكون عنده فكر سياسي واسلوب سياسي وفي دلاله على ذلك، يعني في دلاله على ذلك، لكن مش مجرد انا معايا فلوس انزل اعمل دعايه واعمل صور واقعد اقول وعود 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 او انتمي الى اي حزب او انتمي الى حزب مشهور او ادخل في كتب حزب ومجرد ان انا ازاحم وبالتالي ادخل، لان كل ما انت احسنت الاختيار كل ما ارتقى مستوى الاداء، كل ما ارتقى مستوى الاداء، وان مستوى الاداء لما بيرتقي في مجلس النواب الحكومة تقدر تؤدي أفضل، لأن هو له تشريع، دور تشريعي ودور رقابي. صح. زائد إن دراسة القوانين والمشروعات القوانين ما تاخدش جدل كبير وما تاخدش وقت طويل، يبقى في مناقشة عميقة وناس فاهمة هي بتقول إيه. والموضوع شاق، الموضوع مش سهل. لازم يكون أنا داخل واللي هينتخبني عارف إن أنا مش داخل أستفيد، أنا داخل أفيد. صح. أنا داخل أدفع ضريبة حبي لبلدي، أنا داخل أزود علم الناس الموجودين، أنا داخل أنقل خبرتي للبلد، أنقل خبرتي للناس، أشتغل في مجالي، أقول اللي عليا إن أنا أقوله، لكن مش أدخل كمالة عدد أو أكون راجل صفر أو أكون راجل فاشل أو أكون راجل عندي جريمة وأدخل أخد الحصانة عشان أحمي نفسي منها. لأ، هو ده عضو مجلس النواب. فرج بيه عامر، بشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا ومليون ومليون مبروك، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا فندم، تحت امرك دايما، اشكرك يا فندم، كلك واجب وكلك ذوق، اشكرك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. ده يمكن كان حوارنا النهارده، اخترناه نجم اليوم ناصر ماهر وكمان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه، وكلام مهم.